اعتقد ان الرئيس بايدن لم يعني ليس مضطرا حتى هذه اللحظه للرد، لكن الاصابات كما صرح القاده الامريكان، الاصابات ربما اصابت بضع سيارات وبضع منشات ولم تفضي الى اصابات بشريه، وهذا هو المهم، وان الاصابات غير دقيقه والاسلحه المستخدمه ايضا غير دقيقه، ولذلك القراءات الخاصه بالاجهزه المضاده للصواريخ وربما للصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الموجهه ايضا، قراءتها تقول ان هذه الصواريخ عندما تنطلق وتتابعها هذه الاجهزه المرتبطه بالصواريخ المضاده تقرا مناطق سقوطها بالتحديد، ولذلك لا تطلق لا باتريوت ولا ايضا النظام الاخر المتعامل به الان سواء على محيط السفاره الامريكيه او في قاعده عين الاسد وسواها. الرئيس بايدن وفريقه العسكري حريص جدا على ان لا يشعل المنطقه بحرب جانبيه، في حين هو يعلم تمام العلم ان ايران لديها مشروع كبير وانها تستخدم هذه الميليشيات كاذرع، وان هذه الميليشيات مهما تكبدت من خسائر فلن تؤثر في قدره ايران ولا في تاخيرها عن مشروعها الاستراتيجي في المنطقه، لذلك هم يراقبون الوضع، ومتى ما بدات فعلا هذه الاصابات تتم بصواريخ موجهه وذكيه كافيه لايقاع الخسائر، فانا اتوقع ان الرد الامريكي سيكون عنيف وعنيف جدا، ولن يكتفي الرئيس بايدن بضرب قواعد ومخازن اعتداء ومراكز تسلط او استخبارات خاصه بميليشيا الحشد الشعبي في العراق او الميليشيات الاخرى العامله في سوريا، وانما سيعمد الى ممارسه ذات الاسلوب الذي اعتمده الرئيس ترامب في استهداف قيادات مهمة في الميليشيات العراقية وأيضا الميليشيات العاملة داخل سوريا سواء كانت الفاطميون أو سواهم من الميليشيات التي ربما تدين بالولاء وتنفذ بشكل حازم أوامر الحرس الثوري الإيراني وبقية الأجهزة في إيران.